وفي الخدمات المؤجلة يشكو أهالي تكريت من تراجع كبير في ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية مع الأيام الأولى لارتفاع درجات الحرارة وعودة المعاناة التقليدية في عدم انتظام عمل المولدات الأهلية وارتفاع سعر الأمبير الواحد إلى 12000 دينار دون مراعاة الأوضاع العامة. السكان يؤكدون غياب المعالجات الحقيقية سواء في فك الاختناقات عن الشبكات أو توسيع طاقة المغذيات والمحطات الرئيسية، مشددين على معالجة واقعية لعمل المحطات الأهلية من خلال توفير حصص الوقود الحكومية وتحديد أسعار ثابتة للأمبيرات وساعات التجهيز لتمنع الاستغلال المبرمج للسكان. احنا نطالب الحكومة يعني بحلول يعني جذرية للكهرباء، يعني هسه ابو المولد اذا تروح تحاجة يجي يقول لك اني والله كهرباء، يعني الكهرباء انقطاعها اكثر من اربع خمس ست ساعات تجينا، يعني مرات تطفى احنا هسه مثلا نقول منطقة البهيازع يعني قاطع العلم، يعني تطفى الساعة مثلا بالخمسة قبل الخمسة، يعني ما تجي تقريبا للدعش ل 12 ويحاجزك ابو المولد الامبير 15 الامبير ب 10 الامبير ب 12، وتدري احنا مثل تاكسيات واللي عنده يعني مثل حالته ضعيفه ما يقدر يدفع انه 30 35. شو تطالبون؟ والله نطالب تحسين الكهرباء ونطالب يعني يشوفون لنا حلول جذريه للكهرباء. والله الكهرباء حيل مو زينه. ساعتين بالنهار يعني اذا تجي ساعتين بالنهار حيل زين. وابو المولد انه الامبيريه والله عقال يعني الامبيريه ب 10 المبرد ادوبها يلا تفتر. والكهرباء حيل مو زينه يعني اذا جت ساعتين بالنهار حيل زين. طيب يا منطقه؟ منطقه تكريت. اي والله. زين كان رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء صرح بان الكهرباء 23 ساعه 24 ساعه يوميا. والله تجي ساعتين بالنهار واذا جت ساعتين نلعب شوبي ماكو هيك. شلون بالحر هذا؟ والله الحر هذا تشوفها عينك. الكهرباء حدث ولا حرج. يعني الكهرباء مال تستعدل. مال سنة وسنتين وثلاثة هاي بعيدة هاي ما تستعدل هذه ما لها أي علاج الكهرباء تبقى هيك. وزير الكهرباء ورئيس مجلس الوزراء صرح بأن الكهرباء 22 24 ساعة يوميا. التصريحات اليوم صار لها سنين وماكو أي نتيجة. مو سنة وسنتين التصريحات اليوم من زمان. تجيكم يوم ما تجي تجي تقطع تقريبا أربع ساعات خمس ساعات وتجي متقطعة على النوم. إضافة إلى حرق الأجهزة هاي حدث ولا حرج.